بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو قائمة تشكيل الأهلي والغيابات أمام إنبي في مباراة الأحد 11/3/2018. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل ما هو جديد تلقائيا. غاب الثلاثي عبد الله السعيد وجونيور أجاييه وشريف إكرامي عن قائمة الأهلي لمباراة إنبي ضمن الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز. وأكدت مصادر أن الإصابة حرمت السعيد وإكرامي وحسام غالي وباسم علي ورامي ربيعة من التواجد في القائمة. واستبعد حسام البدري كل من أحمد ياسر ريان ومحمد شريف وصبري رحيل ومحمود الجزار وأجاييه لأسباب فنية. وشهدت قائمة الأهلي عودة أحمد حمودي بعدما غاب مؤخرا عن مباريات الفريق بسبب الإصابة التي عانى منها. وجاءت قائمة الأهلي أمام إنبي على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، في خط الدفاع أحمد فتحي، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، محمد نجيب وعلي معلول، في خط الوسط أحمد حمدي، هشام محمد، حسام عاشور، ميدو جابر، أكرم توفيق، وليد سليمان، بكماني، إسلام محارب، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، وفي خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن ووليد أزارو. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.